مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام. النهاردة معانا عديد من الموضوعات المهمة جدا في فقرتنا هذه، هنتكلم فيها عن السوشيال ميديا وتأثيرها على الموقع على المجتمع المصري، وخاصة إن السوشيال ميديا أصبح قوة لا يستهان بها في مصر، وأصبحت قوة بأن هي بتحول بعض القضايا إلى قضايا رأي عام، وبتساعد الناس بأن هي تحصل على حقوقها. والحقيقة أنا عايز أأكد هنا، بالرغم إن مواقع التواصل الاجتماعي بتساعد في إظهار الحقائق، إلى أنها سلاح ذو حدين، بمعنى أنها ممكن أيضا تساهم في نشر الشائعات، وهذه الشائعات بيكون لها تأثير على الأمن المجتمعي. والحقيقة أن خلال الفترة الماضية اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعديد من القضايا المهمة، أبرزها طفل المرور. وأنا قبل ما عايز أخش على دي القصة بالتحديد، أتكلم أن عدد مستخدمي رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بلغ 40 مليون مصري، يعني بيمثلوا 40% من عدد سكان مصر، وأن عدد متوسط الساعات اللي بيقضيها المصريين على الإنترنت بتصل إلى 8 ساعات، وأن الذكور بيحصلوا هم على النسبة الأكبر بنسبة 64%، في حين الإناث بتبلغ نسبتهم 36%. والحقيقة إن خلال الأيام الماضية اهتم رواد المواقع التواصل الاجتماعي بقضية الطفل اللي هم أطلقوا عليه الطفل المرور، واللي أصبحت ترند خلال الأيام الماضية، وهذه الواقعة كلنا عارفينها، بتتلخص في إن الطفل بيتنمر على أحد أفراد الشرطة، وهذا هذا الموقف مرفوض تماما، ونتمنى أن لا يتكرر في مجتمعنا المصري، وإن إحنا ما نشوفوش في مجتمعنا المصري. والحقيقة إن النيابة العامة تدخلت لما وجدت هذا الأمر موجود على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة جدا، وأمرت بإلقاء القبض على الطفل المرة الأولى، أخلت سبيله بمقابل إن يتم تعديل سلوكه، لكن لما تداول فيديوهات أخرى له أمرت بإلقاء القبض عليه، وأوضعته في إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع لتعديل سلوكه، وألقت القبض على أصحابه وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. والحقيقة هنا هذا الموضوع وهذا الأمر استنكره نادي قضاة مصر، وأكد أن القانون هو أحد ركائز الدولة المصرية، وأن لا أحد فوق القانون، وده برضو أكده والد الطفل أن هو بيحترم القانون، وأن هو يعني سيخضع إلى القانون، وأن هو ترك ابنه إلى العدالة، وأن هو يرفض هذا التصرف، وأن يقدم اعتذاره عن ما بدر من ابنه في هذا الأمر. والحقيقة يعني وزير الداخلية كرم فرض أمن الشرطة بسبب انضباطه، والصورة موجودة معانا على الشاشة، وأنا عايز أأكد هنا أن هذا الموقف تحديدا هو يؤكد أن القانون لا يفرق بين أحد، وسيف رقاب على الجميع، يعني ما فيش حد، ما نقولش عشان ده ابن كذا لا مش هيتعامل بقانون، أو ده ابن كذا مش هيتعامل، لا، القانون سيف على رقاب الجميع، والقانون بيطبق على الكل. ويعني أنا برضو عايز أأكد، مش إحنا لازم ما نكونش جلادين، يعني ما نكونش جلادين، أحيانا مننا، في كثيرين مننا أولادهم بيضعوهم في موقف محرج جدا، ويبقى الأب على خلق عالي جدا، ده مش دفاعا عن والد الطفل، ولكن أنا عايز أوصل هذه الرسالة، أحيانا الطفل بيكون له علاقة بأصحاب سوء بتدفعه إلى هذا الأمر. برضو يعني بما أن أنا بتكلم على طفل سايق عربية وحدث تنمر، معايا حادثة غريبة جدا حصلت في سوهاج النهاردة، هذه الحادثة بشعة برضو لطفل، يعني الواضح أن الأطفال بيقوموا بمشاكل هذه الأيام. حادثة لطفل، وممكن معانا الحادثة ايه، يعني شوفوا المشهد معانا، هذه الحادثة يعني لو تلعب يا استاذ وليد، ممكن تلعبها لنا يا استاذ وليد، مشهد بشع جدا، طفل راكب ميكروباص، يعني اصفر هذه الحادثة اصفرت عن مقتل 3، سيدة مسنة وطفل رضيع وطالبة عندها 23 سنة، المشهد فظيع جدا، لو بشع، ويعني ده اثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. المشهد معانا، اشوف بسرعة جنونية شال البنت وخد شال معاه اتنين كمان في الطريق، السيدة العجوزة والطفل ماتوا في الحال، والطالبة ودوها المستشفى بس للأسف ماتت تاني يوم، وده طفل برضه، طفل تم إلقاء القبض عليه وبيخضع حاليا للتحقيق. القصة هنا إن القانون ما بيفرضش عقوبة على الطفل، بيتم وضعه في دور الملاحظة، ده اللي نص عليه القانون. هل هذه المشاهد عشان طفل راكب عربية أو طفل يتكرر يوميا؟ لابد إن يكون في رادع قوي لمثل هذه الأفعال، ما ينفعش ان احنا يكون في اطفال بتسوق عربيات، ده خطر، خطر جدا على حياه المواطنين، لازم يكون في قانون، لا اما نعدل القانون، لا اما من يقوم طفل لاي سايق عربيه يسحب منه العربيه نهائيا ولا ترجع لصاحب العربيه مره اخرى. هذا الامر مرفوض تماما، مشاهد بشعه جدا، وبالحقيقه كلنا لو نزلنا الشارع هنلاقي معظم الاطفال هي اللي بتسوق العربيات دلوقتي، ودي كارثه حقيقيه،
كارثة حقيقية. الحقيقة برضو معانا موضوعات تانية مهمة، ده أنا كنت حبيت يعني ده الجانب السلبي اللي اهتم بيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقة احنا عندنا حاجات إيجابية جدا وحاجات جميلة جدا، منها هذه اهتم بيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي حصول طفل مصري من أحد أبناء الجالية المصرية في النمسا على شخصية العام 2020. ميسرة ده طفل من أحد أبناء الجالية المصرية في النمسا حصل على جائزة 20، ده نموذج مشرف لمصر، ولابد ان احنا نسلط الضوء على هذه النماذج حتى يكون قدوه لاطفالنا. ده برضو طفل، يعني طفل مشرف شرف بلده في الخارج. حصل عمل ايه ميسره عشان يحصل على هذه الجائزه؟ عمل مبادره لمساعده كبار السن والمرضى اثناء جائحه كورونا، كان بيساعدهم بيقدم المساعدات للاخرين. وده صحيح يعني ده هذا الموقف او هذه المبادره اللي طرحتها ضربت اروع الامثله على نقاء المصريين وشهامة المصريين في الخارج، وده نموذج لابد ان احنا نقتدي بيه. احنا عندنا حاجات حلوه كتيره جدا، مش عايزين نسلط كل حاجه على الحاجات السيئه اللي موجوده، لا احنا مجتمعنا بخير، مجتمعنا كويس جدا، مجتمعنا فيه حاجات نماذج مشرفه مش ميسره بس، احنا عندنا اطفال كتير جدا بتطرح العديد من المبادرات القويه جدا. ايضا من النماذج اللي بتؤكد ان احنا برضو ان المراه المصريه هي السند والدعم الاساسي لاي زوج، وده اللي شفناه لحظه تتويج النادي الاهلي ببطوله الدوري المصري. كان هناك في تتويج اخر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجه الكابتن مؤمن زكريا، والفعل احنا معانا فيديو، الفيديو يعني شوف المشهد معانا. رفضت في هذا الفيديو بالتحديد في هذا الموقف بالتحديد ان اي حد تاني يتكز عليه يكون عكاز لمؤمن، هي اللي ساعدته وهي اللي سندته ورفضت. والحقيقه انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، زوجة الكابتن مؤمن زكريا بترفض الظهور الإعلامي، ونهائيا عمرها يعني لو تابعنا مش هنلاقي لها أي تصريحات نهائيا عن ليه، بتحب جوزها جدا وبتقف تساعده، وده برضو نموذج بيؤكد إن المرأة المصرية داعمة وساندة، وزي المثل اللي بيقول وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، أيضا وراء كل رجل تجاوز المحنة بتاعته وساعدته امرأة برضو عظيمة. يعني ده نموذج من النماذج المشرفة، من النماذج اللي بتقول ان دي بنت اصول، نماذج بتؤكد ان دي تربيه حسنه، تربيه كويسه. بالحقيقه انا بس مش عايز يعني اتكلم عن هذا الموقف بالتحديد، احنا عندنا نماذج سيدات مصريات كتيره جدا بيؤكدوا ان هم اولاد اصول، وفعلا بنت الاصول رزق. احنا شفنا كتير من المشاهد وتابعناها، ان انت السيده شالت زوجها على ظهرها عشان توديه المستشفى، لو نزلنا كرة او المدن بنشاهد السيدات بتساعد ازواجها في المعيشه، اللي بتساعد زوجها، اللي بتنزل الارض مع زوجها، لا دي سيده مصريه اصيله. ده يؤكد ان مجتمعنا بخير وان مجتمعنا فيه نماذج مشرفه. وبصراحه يعني انسب تعليق اتقال على هذه الصوره يعني بنت الاصول رزق، وان دي عكاز لمؤمن زكريا، وربنا يشفيه يا رب، وان شاء الله باذن الله هيرجع للملاعب قريب، والحمد لله مؤمن بيخضع للعلاج وفي تحسن في حالته بسبب مساندة أسرته له وساندة زوجته له. وده بيؤكد إن المرأة دائما المرأة المصرية دائما هي السند والداعم الحقيقي لأي شخص. من ضمن الحاجات المهمة جدا أيضا في هذا الموضوع ده، هنروح لموضوعنا الثاني اللي احنا مركزين جدا على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الأسبوع بالتحديد، هو فيديو احنا بقى نزلنا عملنا تقرير، زميلنا الأستاذ عبد الفتاح حجاب الصحفي بالأهرام عمل تقرير عن طبيب الغلابة، يعني مصري ولادة، مصر ولادة دائما. طبعا كلنا عرفنا سمعنا عن طبيب الغلابة الأول الدكتور محمد مشال الله يرحمه ورحمة الله عليه. أيضا يوجد هناك طبيب آخر، يعني عدد من الأطباء بيراعوا الحالة المعيشية للمرضى، بيراعوا الظروف الحياتية. هذا الطبيب عيادته موجودة في شربين في محافظة الدقهلية. الحقيقة هذه العيادة لقب في هذا في هذه المنطقة بالتحديد بطبيب الغلابة. الكشف بتاعه لا يتعدى العشر جنيهات، طوال 30 سنة كان كشفه بخمسة جنيه. تخيل ان ده طبيب استشاري جراحة العظام، وكلنا عارفين اي طبيب جراحة عظام كشفه بيوصل لكام، يعني في القرى 300 جنيه في المدن 700 و800 جنيه. تخيل ده بقاله 30 سنة بخمسة جنيه ودلوقتي بقى بعشر جنيهات. ده يعني ده برضو مثل لابد ان احنا نقدمه ونموذج مشرف، وبيؤكد ان مصر ولادة، مصر فيها الشخصيات الطيبة، مصر فيها الشخصيات الجميلة. مش معنى ان احنا عندنا بعض الشخصيات اللي بتسيء وبتعمل بعض يعني المخالفين، لا ان احنا بقينا مجتمع وحش، لا
احنا مجتمع بخير وهنفضل بخير. الحقيقه انا هسيبكم مع الفيديو، مش عايز اتكلم كتير، هنخرج لفاصل. هسيبكم مع هذا الفيديو مع التقرير عن الدكتور ياسر ضيف استشاري جراحه العظام، وهنستقبل بعد كده ضيفنا للحديث عن معوقات تنفيذ الاحكام القضائيه المستشار باطل عادل محسن. انتظرونا بعد الفاصل. والدتي بتوصينا دايما ان احنا ما نسخنش عن مريض. حوالي 30 ساعه من الكشف 5 جنيه على طول. والدي توفى وانا صغير جدا، يعني والدتي هي الله يرحمها هي اللي كانت تكفلت بانها تربينا كلنا وتوقفنا على رجلينا. اخويا الاكبر مني طبيب، وهي كانت بتوصينا دايما ان احنا نهتم بالمريض، ناخد بالنا من المريض، ما نسقلش على المريض، ما نزودش نفقات المريض، ما نمنعش نفسنا عن عيان جاي طالب ان هو يكشف في اي وقت بالليل او النهار، ما نخليش النفقات بتاعه الكشف بتاعته تسقله. العيان اللي هو نحس ان هو مش قادر على قيمه الكشف ممكن نتجاوز على الكشف. بالنسبه لي كنت بادئ الكشف في شرويين ب4 جنيه من يوم ما بدات في العمل، يعني نقول سنه 85، بعدين وصل 5 جنيه وفضل الكشف 5 جنيه لغايه سنه او سنه ونص فاتهم، يعني حوالي 30 سنة من الكشف 5 جنيه على طول. أنا بس رفعت الكشف بتاعي مؤخرا بقى وصل 10 جنيه، برضو ما اترفع من 5 إلى 10 جنيه، برضو يعني قدرت إن الرفع ما يبقاش كتير ولا حاجة، بحيث إن احنا ما يبقاش فيه إرهاق على العيان، لأن هو أصلا قيمة الكشف متحددة إنها تكون حاجة بسيطة، بحيث إن معظم الناس اللي هي بتحتاج استشارة أو خدمة طبية أو كشف تقدر يكون في متناول معظم الناس، يعني بحيث إن في طبقة كبيرة جدا من الناس ما بتقدرش إنها تدفع قيمة الكشف العالي. في فئة مجموعة برضو من الدكاترة في كل التخصصات سواء عظام أو بطنة أو جراحة أو في كل المجالات، يعني عندنا أمثلة كتيرة جدا عاملة برضو كشفات بتاعتها إلى حد ما كشفات معقولة، وبتخلي معظم الناس اللي هي عايزة تكشف تتشجع وتكشف، ما يبقاش في الكشف ايه مغلى فيه شوية. يعني كان في بعض من الاخوة الدكاترة زملائي يعني كانوا بينتقدوني، يقولي لا انت كده انت يعني هتقول بالنسبة لكشفك قيمته قليلة، ان انت بتعرض نفسك ان يتقال عليك ان انت دكتور ما انت الشاطر طالما ان انت كشفك قليل. برضه يعني إلى حد ما أنا ما كانش بيهمني الكلام، اللي كان بيهمني بس هو إن أنا أرضي نفسي بالنسبة لإن أنا محدد قيمة الكشف، وأرضي العيان أو المريض إن هو يقدر يكشف من غير ما إحنا نعلي عليه قيمة الكشف. أقول له الدكتور ياسر ربنا يديه الصحة ويجعله في ميزان حسناته ويفضل يدي يا رب كده على طول 100 سنة جاية. ربنا يفديه وفي الشر طريقه ويرزقه في قلبه رحمة بناحية العلاج والكشف ورشدته رخيصة، كشف رخيص، يعني رجل محترم عارف ربنا. دايما بنقول في ناس بتبني على الأرض وفي ناس بتبني في الجنة، فمن ضمن الناس اللي بتبني في الجنة وبتعمل لآخرتها وبتعمل مش لأن هو يبني ويشتري عربية وفيلا ومش عارف إيه، لا في ناس بتبني في الجنة، فالبناء في الجنة ده هو ده الباقي. طب زي أي مجال في الحياة كلها، زي الموظف زي الصانع زي المزارع زي التاجر، زي في أي مجال هو المفروض إن كل واحد يكون حريص على انه يقدم صوره من التيسير والسهوله في المجال اللي هو فيه، على اساس ان احنا لما هنيسر على بعض الحياه هتبقى سهله شويه. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم تاني في فقرتنا التانيه. معانا ضيفنا اللي مشرفنا دائما مستشار بدر عبد المحسن المحامي بالاستئناف العالي للاجابه النهارده عن بعض الموضوعات اللي بتشغل العديد من المشاهدين وتشغل بال الكثير من المصريين، وهي تنفيذ الأحكام. هنتكلم عن كل حاجة خاصة تنفيذ الأحكام.
عن الاسباب الحقيقيه او المعوقات الحقيقيه اللي بتمنع تنفيذ الاحكام رغم الجهد المبذول الكبير جدا من وزاره الداخليه في هذا الصدد والحلول المقترحه. سياده المستشار انا بحضرتك شرفتنا ونورتنا بهذه الفقره المهمه جدا. بدايه يا سياده المستشار عايز اعرف من حضرتك الاسباب الحقيقيه او المعوقات الحقيقيه اللي بتمنع تنفيذ الاحكام القضائيه رغم الجهد المبذول من وزاره الداخليه. يعني احنا بنشوف كثير من الاحكام بتصدر في نفس التوقيت في جهد مبذول وزاره الداخليه بان هي بتساعد بنسبه كبيره في تطبيق الاحكام، ولكن هناك بعض الاحكام لم تنفذ. تمام. ايه ابرز المعوقات ايه؟ من ضمن المعوقات في تنفيذ الاحكام القضائيه زياده عدد الاحكام بصوره كبيره جدا حضرتك. في بعض الاقسام ومراكز الشرطه بتصل الاحكام الجزئيه عدد الاحكام الجزئيه السنويه ازيد من 35,000 حكم او 40,000 حكم. دي نسبه كبيره جدا حضرتك. يعني وحده المباحث بتاعت القسم او المركز يعني مش معقول هتلاحق على الـ على الـ على الـ على ال 35,000 حكم. وبالتالي ده سبب من ضمن اسباب عدم تنفيذ الاحكام او تنفيذها بصوره جزئيه. الامر الثاني في بعض الاحكام المفروض الاحكام بتصدر من المحكمه بتتسجل على الكمبيوتر سواء احكام نهائيه او احكام غيابيه. ولكن مش كل الاحكام بتسجل على الكمبيوتر، الكمبيوتر ده بيفيد في حاجه. تمام. لما بيكون في كمين واحد عليه حكم بيظهر هذا الحكم على هذا الشخص. ولكن مش كل الاحكام بتسجل على الكمبيوتر، احيانا في تكون احكام نهائيه اتفصل فيها معارضه واستئناف ومعارضه استئنافيه وللاسف مش متسجله على الكمبيوتر. والله تسال وزاره الداخليه. وفي احكام غيابيه بتتسجل على الكمبيوتر. وبالتالي المفترض ان كل الاحكام الغيابيه والمستانفه وان هي تسجل على الكمبيوتر بحيث ما فيش حد يفلت، اي شخص عليه حكم ما يفلتش من الـ من الـ من العقوبه او من الحكم طالما الحكم متسجل على الكمبيوتر. لو عدى على كمين، لو راح اي مصلحه حكوميه يتعامل وكشفوا عليه مرور مثلا جوازات احوال مدنيه، لو كشفوا على الكمبيوتر والاحكام كلها متسجله الحكم هيظهر وهينفذ الحكم او على الاقل هيعمل فيه اجراء طالما مش حكم نهائي. يعني لو معارضه، لو حكم غياب هيعمل فيه معارضه، اما حكم حضور هيعمل فيه استئناف. وبالتالي الكمبيوتر ده الاحكام لو اتسجلت على الكمبيوتر هتفرق جامد وهتسدد احكام كتيره. خدت بال حضرتك؟ برضو عشان نكون صراحة، في بعض أقسام الشرطة في تراخي في بعض أقسام الشرطة. مش كل أقسام الشرطة بتنفذ الأحكام على وتيرة واحدة، في أقسام شرطة بتنفذ الأحكام بصورة جيدة، وأنا شايف الكلام ده. أنا ليا أحكام في جميع محافظات الجمهورية، في جميع الأقسام والمراكز، في أقسام بتنفذ كويس وفي أقسام نايمة في العسل. طبعا في أمثلة كتيرة. يعني معلش برضو السؤال، السيد وزير الداخلية المفترض مبدأ الثواب والعقاب، الراجل اللي اشتغل ويجتهد في شغله يتقدر، اللي ما يشتغلش يتحاسب. الأحكام القضائية ديت تنفيذها أو عدم تنفيذها بتفرق جامد مع الشخص صاحب الشكوى أو صاحب القضية أو المجني عليه. لما الحكم بيتنفذ المجني عليه أو صاحب الفلوس بياخد حقه، ما تنفذ او سقط الحكم يبقى للاسف القضيه بتاعت الراجل او الشاكي او الفلوس بتاعته تعتبر ضاعت من نتيجه لعدم تنفيذ الحكم القضائي. تمام. هل في اسباب اخرى؟ والله دي هي دي الاسباب. يعني ممكن برضو نقول الزياده السكانيه. الزياده السكانيه ازاي؟ مثلا في خلال يعني لو دايرة اسم شرطة أو مركز شرطة عدد سكان الدايرة دي حوالي 1,000,000 نسمة. في خلال 15 سنة حضرتك المليون نسمة زادوا، ولكن اسم الشرطة زي ما هو. طب اسم الشرطة كان معمول على أساس أو مركز الشرطة معمول على أساس إن عدد سكان الدايرة ديت 1,000,000، لما زاد ب2,000,000 يبقى زادت الجرائم، زادت الأحكام القضائية، وبالتالي اصبح اسم الشرطه مش هيقدر طبعا. ما هم ناس برضو بني ادمين وليهم طاقه. خدت البال حضرتك؟ وبالتالي من 1,000,000 ل2,000,000
نسمة بمشاكلهم بأحكام قضائية جزئية ومستأنفة، وبالتالي برضو الزيادة السكانية لها عامل كبير في عدم تنفيذ الأحكام القضائية بصورة كلية. تمام. أثر عدم تنفيذ الأحكام الجنائية على المواطنين بالتحديد فيما يتعلق بقضايا الشقيق، تمام، أثر ذلك يعني. بص حضرتك، هو أنا بشتكي واحد عشان أخد حقي، بلجأ للقانون، سواء عن طريق شيك، إيصال أمانة، أي مستند معاه. تمام. خدت بال حضرتك؟ دلوقتي للأسف لو الحكم ده ما تنفذ والحكم ده سقط، للأسف كده حق الراجل ضاع، هيلجأ للعنف، هيلجأ إن ياخد حقه بالقوة. تمام. وبالتالي هتسود شريعة الغاب. المفترض إحنا في بلد فيها قانون، أنا باخد بلجأ للقانون وبلجأ للمحكمة وبلجأ للنيابة عشان أخد حقي بالقانون. تمام. للأسف القانون ما جابليش حقي، هضطر هستخدم وسائل أخرى، ودي بتحصل أحيانا لما الراجل بييأس صاحب القضية أو المجني عليه إنه ياخد حقه بالقانون، بلجأ لأساليب أخرى، بلطجة وعنف وقوة، الأمر الذي يؤدي إلى تجدير الأمن العام والإقلال من هيبة الدولة. الدولة مش عارفة تجيب له حقه، بالتالي هيلجأ لطرق أخرى إحنا في غنى عنها. وبالتالي تنفيذ الأحكام القضائية أولا هيأكد هيبة الدولة وسيطرتها وعلى سيطرتها على الشارع المصري، وهيؤدي إلى إن كل واحد ياخد حقه بالقانون، ولا هيبقى فيه بلطجة ولا عنف ولا أي حاجة خالص. ما يعني ما برضو من ضمن يعني، خلينا مثلا في قضايا الشيكات. تمام. ما لا احيانا بيصدر حكم والشخص لم يصدر له العنوان، فدي مشكله تانية. ايه علاقه الداخليه بهذا الامر؟ لا طبعا حضرتك، ما ممكن يبقى صاحب الشاكي في هذا الموضوع مش حاطط التفاصيل الكامله. لا هو المفترض لما حضرتك بتيجي تعمل محضر في اسم او مركز الشرطه، او بتعمل جنحه مباشره في النيابه، في استماره لما بتعمل جنحه مباشره في النيابه سواء في قضيه ايصال امانه او شيك، استماره البحث الجنائي. الاستماره دي النيابه بتلزم الاستاذ المحامي او الشاكي ان يجيب البيانات كلها بتاعه المتهم، حد السن، العنوان، عنوان العمل، محل الاقامه، حتى الديانه بتتكتب في الاستماره، جميع العناوين اللي يستدل على الشخص ده، بحيث لما بيصدر حكم بيبقى معروف جميع العناوين اللي هو المفترض موجود فيها. ولكن احيانا في ثغره برضو بيستخدمها النصابين، ان هو حضرتك يقعد في شقه ايجار جديد او محل ايجار جديد. تمام. ياخد من حضرتك مليون، ياخد مننا مليون، ياخد من ده مليون، ده يجمع له 4-5 مليون، والناس تشتكي وتاخد احكام، وبمجرد ما تاخد احكام هو يسيب الايجار الجديد الشقه او المحل ويروح لحته تاني او منطقه تانيه او محل اقامه تانيه لغايه ما الحكم يسقط. الحل بتاع الجزئيه ديت، عشان انا متعرض للموضوع ده كتير، حكايه الايجارات الجديد دي مشكله. انت المفترض لما واحد يسكن في مكان، المفروض المالك هياخد صوره البطاقه طبعا عشان يحرر له عقد ايجار، المفروض المالك يبلغ وحده المباحث. ما ده موجود، وحده، معلش برضه، ما ده اللي اقرته ماشي يا استاذ محمد، مش معلش المالك ان هو يبلغ، تمام، ولكن مش بصوره 100% مش كل الملاك بيبلغوا. انت عارف حضرتك لو كل الملاك بلغوا على الملاك دي يا حضرتك يا استاذ محمد، لو كل الملاك بلغوا ده هتفيد في حاجات كتيره. اولا انت ممكن ده راجل ارهابي ممكن هيعمل اي مصيبه، وبالتالي لما بتبلغ وحده المباحث بهذا الشخص، مش موضوع شيكات فقط او احكام عليها احكام فقط، موضوع الموضوع ككل مرتكب جريمه، وبالتالي لما بتبلغ وحده المباحث ان الشخص ده جاي يسكن عندي، وحده المباحث بتكشف عليه قضايا احكام، وبالتالي كده عرفنا نجيبه. الموضوع ده لو تم بصوره كويسه او بصوره جيده هتلاقي احكام كتيره خلصت واتسددت. مش هتخلي النصاب ان هو يلجا لمكان تاني يختفي عشان الاحكام تسقط. لو كل مالك، مش كل الملاك يا استاذ محمد بيعملوا الكلام ده. طب هل في قانون بيعاقب المالك اللي ما بيبلغش بالساكن الجديد عندك؟ المفروض بيتعاقب. ما هو انت دلوقتي المفروض ده، سيبك من قضايا الشيكات، ممكن يكون ده راجل جاي يعمل جريمه ارهابيه وحصلت كتيره، يعني تلاقي واحد ساكن وبعد فتره ان هو
شايل في الشقة بتاعته متفجرات ومصايب كبيرة وحصلت كتيرة، ورجال الأمن سيطروا على الموقف، وبالتالي الموضوع ده حكاية تبليغ المالك بأي واحد يسكن عنده أنت ما تعرفوش، يمكن مرتكب مصيبة، ممكن قاتل واحد، ممكن سارق واحد وجاي يسكن عندك. المفترض يعني ألف به انك تحمي نفسك وتحمي الشارع اللي انت قاعد فيه وتحمي العمارة اللي انت قاعد فيها، انك تبلغ وقت ما بتشوف الراجل ده كنيته ايه. راجل كويس خير وبركة، عليه احكام لناس تانية، يبقى انت بتساعد الناس التانية اللي لها حق ولها فلوس عند الراجل النصاب ده انه يروح يخلص مع الناس ويتصالح معهم ويدوهم فلوسهم. تمام. في حالة عدم تنفيذ الاحكام تمام، ايه المواطن يعمل ايه؟ تمام. الشكوى اللي يتقدم بيها يلجا لمين؟ تمام. في حاله تقاعس طبعا زي ما قلت لحضرتك اقسام الشرطه مش زي بعضيها، في اقسام بتنفذ بطريقه كويسه وبصوره جيده وبتسدد الاحكام يعني بنسبه 90%، وفي اقسام زي ما قلت لك نايمه في العسل. تمام. الاقسام اللي نايمه في العسل دي طبعا في المواطن او الشاكي او صاحب الحق، طبعا في كل مديريه امن في اداره تنفيذ احكام، كل مديريه الامن في اداره تنفيذ الاحكام، أو مصلحة الأمن العام اللي في العباسية في كلية الشرطة القديمة. بيجيب صورة من الحكم، صورة اسمها من الحكم وعناوين المتهم، وبروح بيقدم شكوى سواء في مديرية الأمن إدارة تنفيذ الأحكام اللي في المديرية، أو مصلحة الأمن إدارة تنفيذ الأحكام اللي في مصلحة الأمن العام اللي لها فروع في جميع المحافظات. يبقى لإما إدارة تنفيذ الأحكام في المديرية أو مصلحة الأمن العام في كلية الشرطة في العباسية اللي لها برضو فروع في جميع المحافظات، بحيث ان لو وحدة المباحث او اسم الشرطة تقاعس عن تنفيذ هذا الحكم مصلحة الامن العام بينزلوا يجيبوا الشخص اللي عليه الاحكام، وبتحصل كتير. انا قدمت شكاوى كتيرة وبينزلوا بيجيبوا الاحكام اللي على الراجل ده، واحيانا تكون احكام استجابة سريعة جدا يعني الحمد لله رجال الشرطة نشيطين جدا احكام بيتحركوا بسرعة تمام كبيرة مصلحة الامن العام القانون. تمام. طبعا طبعا زي ما قلت لحضرتك صوره الحكم وجميع البيانات المتعلقه بالمتهم، جميع البيانات المتعلقه بحيث ينزلوا يجيبوا على طول. تمام. سؤال مهم. تمام. هل الاحكام الجنائيه اللي بتصدر بتنفذ بعد صدورها من الاحكام على طول؟ تمام. ولا نظامها ايه؟ في احكام بتنفذ فور صدورها حتى لو مع حصول استئناف، زي الاحكام في قضايا السرقه او في على متهم عائد او على متهم ليس له محل اقامه في مصر. يبقى الثلاث فئات دولت قضايا السرقه بتنفذ الاحكام فور صدورها، طبعا المتهم بيبقى حاضر عشان قضايا السرقه لازم المتهم يحضر بشخصه، وبالتالي لو القاضي اداله حكم هينفذ العقوبه مع حصول حتى لو استأنف هيفضل محبوس لغايه يوم جلسه الاستئناف. ان يكون المتهم عائد، طبعا المتهم العائد ان هو المفترض ان هو كان اتحكم او يعني عوقب على جريمة وفي خلال مدة معينة بعد قضاء العقوبة ديت ارتكب جريمة تانية، ده يعتبر متهم عائد. المتهم العائد ده برضو بينفذ الحكم عليه فور صدوره حتى مع حصول استئناف. الامر الثالث انه ليس له ان يكون هذا الشخص ليس له محل اقامة في مصر، وبالتالي جميع الاحكام دي بتنفذ فور صدورها. طبعا في قضايا تانية قضايا الشيكات وإيصالات الأمانة بتبقى فيها كفالات، لو استأنف وسدد الكفالة بيخلى سبيله لحين جلسة الاستئناف. يعني مش كل الأحكام بتنفذ فور صدورها، جرائم معينة أو قضايا معينة زي ما قلت لحضرتك. جرائم معينة قضايا معينة يعني السرقة ومتهم عائد وليس له محل إقامة، أو محكمة الجنح المستأنفة. محكمة الجنح المستأنفة لازم المتهم يحضر بشخصه، يعني أنت حضرتك حررت بحضر شرطه والقضيه وصلت للاستئناف، محضر شرطه مش جنحه مباشره، في فرق بين محضر والجنحه المباشره. المباشره لو القضيه وصلت للاستئناف يبقى يجوز للمحامي الاستاذ المحامي انه يحضر عن المتهم بتوكيل. اما في حاله انك حركت الدعوه الجنائيه عن طريق اسم الشرطه، عملت محضر شرطه، لو القضيه وصلت للاستئناف يبقى لازم المتهم يحضر بشخصه، لا يجوز للمحامي الاستاذ المحامي انه يحضر بتوكيل. تمام. وبالتالي لو حضر في قدام محكمه الجنح المستأنفه والقاضي اداله حكم هينفذ العقوبه عشان هيكون حاضر، او اداله براءه بيخلص سبيله. تمام. هل بتختلف
تنفيذ الاحكام بالاسم واسم. تمام تمام، صوابعك مش زي بعضيها. وهضرب لك مثال على كده، اسم اول مدينه نصر، اسم اول مدينه نصر عدد الاحكام فيه بتزيد على 35,000 او 40,000 حكم. رقم كبير. تصور 35,000 حكم، اسم اول مش تاني، اسم اول مدينه نصر، رقم كبير جدا. وبالتالي بتوع المباحث او وحده مباحث الاسم هتنفذ الاحكام دي ازاي؟ هتنفذها ازاي؟ ده لو اشتغلوا 24 ساعه في تنفيذ الاحكام بس، لو اشتغلوا 24 ساعه مش هيلحقوا على الاحكام. طبعا في مهام جسيمه برضو على بتقع على عاتق رجال المباحث، تامين كنائس، تامين صلوات جمع، اعياد، مناسبات، مباريات كره قدم، محاربات ضد الارهاب، خدت البال معليك، جرائم قتل. لما يكون في جريمه قتل في الاس في الدايره، المباحث كلها بتشتغل وبتطلع مأموريات تجيب المشتبه فيهم بكل الامور، بتقف لحين انه يجيبوا الراجل القاتل ده. وبالتالي اسم اول مدينه نصر او منطقه مدينه نصر فيها اسمين اول وثاني. المفترض الاحكام لو زادت عن 15، ده عن تجربه، لو الاحكام زادت عن 15,000 حكم في السنه يبقى بيستدعي انشاء مركز او اسم شرطه. اسم حي مدينه نصر زي ما قلت لحضرتك اول وثاني، المفترض عايزه اسم ثالث ورابع. اولا هتنفذ احكام بصوره جيده، ثانيا هتسيطر على الفوضى او المجرمين او اي نشاط مخالف للقانون. وبالتالي انا بناشد السيد وزير الداخليه، اي اسم شرطه بيزيد عدد احكامه عن 15,000 حكم مفترض يعمل اسم تاني على اساس يسهل ما هو يسهل الامور ويساعد ما بعض، ما يكونش ضغط او لود اخر على رجالنا من الشرطه، خاصه هم عندهم مسؤوليه كبرى حاليا. يعني الان بيدافعوا بيحاربوا الارهاب والى جانب تامين. ايه المشكله لما تعمل يعني مدينه نصر زي ما قلت لحضرتك فيها اسم اول وثاني، ما تعمل ثالث ورابع؟ ايه المشكله؟ مش من قله عدد المواطنين؟ وفي نفس الوقت اولا زي ما قلت لحضرتك هتسيطر على اذا كان في فوضى في الشارع هتلم المجرمين، هتنفذ الاحكام، الناس هترجع لها حقوقها، وبالتالي هتدي للدوله هيبه، هترجع هيبه الدوله، وكل واحد ياخد حقه بالقانون. ما هي مدد سقوط الاحكام الجنائيه؟ تمام. هل في مده لسقوط الحكم بعد صدوره ولا ايه؟ تمام. المفترض النقطه دي نتكلم على الانقضاء وسقوط العقوبه. الانقضاء بيخضع لنص انقضاء الدعوه الجنائيه، بيخضع لنص الماده 15 من كل الاجراءات الجنائيه. تمام. نص الماده 15 من كل الاجراءات الجنائيه بتقول يا حضرتك تنقضي الدعوه الجنائيه في الجنايات بمضي 10 سنوات. تمام. وفي مواد الجنح بمضي 3 سنوات، وفي المخالفات بمضي سنه. اما سقوط العقوبه المفترض وفقا لنص الماده 528 اجراءات اللي هي بتقول بتسقط العقوبه في جنايه بمضي 20 سنه. 20 سنه. 20 سنه ما عدا عقوبه الاعدام، عقوبه الاعدام تسقط بمضي 30 سنه. الجنحه العقوبه بتاعتها بتسقط بعد 5 سنوات، المخالفه بعد سنتين. طبعا بتحسب المده دي من تاريخ صيروره الحكم، الحكم يكون نهائي. تمام يا استاذ محمد؟ تمام. هل هناك يعني ده اللي بتسقط بعد مده محدده؟ هل في جرائم ما بتسقطش حتى بالتقادم؟ في طبعا في بعض الجرائم وفقا لنص الماده 117. هو القانون حددهم. نص الماده 117 و126 و127 و282 و309 مقرر من كل العقوبات. تمام. خدت بال حضرتك برضو طبعا الجرائم اللي بقول لك عليها نصوص المواد دي متعلقه اولا باستخدام يعني يكون موظف عمومي واحد شغال معاه بيستخدمه في السخره، خدت ده يعتبر جريمه لا تنقضي بالتقادم. الامر الثاني موظف عمومي امر بتعذيب متهم لحمله على الاعتراف، دي جريمه التعذيب دي لا تنقضي بالتقادم، تفضل مدى الحياه ما بتسقطش. طبعا
في جرائم برضو تاني منصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من كتاب السام كل العقوبات. الجرائم دي المتعلقة بالإرهاب، جرائم الإرهاب لا تسقط بالتقادم، جرائم السعي أو التخابر مع دولة أجنبية لا تسقط بالتقادم، اختطاف وسائل النقل العام سواء وسائل نقل جوي أو بحري أو مائي، وتعريض سلامة من بها للخطر، دي برضو جرائم كبيرة لا تسقط بالتقادم. خلي بالك حضرتك الجرائم دي كلها جرائم بتمس أمن الدولة، بتمس أمن الوطن، وبالتالي يعني المشرع أحسن صنعا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. جرائم بتنم عن إرهاب، بتنم عن تهديد أمن الدولة، بتنم عن تهديد أمن الوطن، وبالتالي هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم مطلقا. أحيانا بيصدر حكم بالمنع من السفر، ما هي الضوابط الخاصة بالمنع من السفر؟ تمام، منع من السفر والجهة المسؤولة، الجهات المسؤولة عن هذا القرار ايه؟ بص حضرتك يا استاذ محمد، طب قبل ما نجاوب على هذا السؤال هناخد معانا محمد من أسيوط. اتفضل استاذ محمد. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الفل يا استاذ محمد. بس اولا قبل ما تتكلم حضرتك بس وطي صوت التلفزيون واسمعنا. اهلا يا حاج محمد. مساء الخير يا باشا. اهلا يا حاج محمد. اتفضل استاذ محمد، سؤالك يا استاذ محمد. اولا الف مبروك لنادي الزمالك، وثانيا يا سعاده المستشار، في عندي كانت قضيه من 2011 واتحرقت في الثوره قبل كده، ملهاش اي حل دي للاسف. وبتوع تنفيذ الاحكام عطل جامد يا سعاده المستشار. تمام يا استاذ محمد، اسمعنا بقى واستاذ المستشار جاوب على حضرتك. السؤال الاول بيقول لك ماشي يا باشا، قضيه اتحرقت في 2011. طبعا في قضايا اتحرقت كتير. انا ليا قضايا في مجمع محاكم الجلال للاسف في ثوره 25 يناير، قضايا شيكات واسرات امانه اتحرقت، بس خلاص راح. وللاسف للاسف المستند، اصل المستند ضاع. ده من عواقب الثوره، الدوله مش مسؤوله عن هذا. لا طبعا هي عواقب الثوره وعواقب شغب وعواقب فوضى. يعني بقول لحضرتك يعني محاكم، الناس ما كانتش خايفه على مصالح بعض يعني. محاكم اتحرقت، نيابات، اقسام شرطه، مراكز شرطه، يعني كانت الدوله في حاله، لا في حاله يعني في حاله الحمد لله ان الامور استقرت ورجعت الى نصابها تاني الحمد لله. الاستاذ الحاج محمد بيشتكي من تنفيذ الاحكام. برضو تنفيذ الاحكام، الشخص تنفيذ الاحكام دي مهمه كبيره جدا. لو الحكم تنفذ صاحب الحق، صاحب الحق هيرجع له حقه على طول. تمام، ما تنفذ الحكم الفلوس هتضيع على الراجل. احنا طبعا شرحنا الخطوات اللي بيلجا ليها. تمام، انه يلجا لمصلحه الامن العام او اداره تنفيذ الاحكام بمديريه الامن. هناخد اتصال تاني. تمام. احمد من القاهره، اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال بس ساعه المستشار سؤال؟ اتفضل سؤالك يا استاذ احمد. فندم انا مثلا متجوز مثلا ومعايا بنت، تمام، ومراتي رفعت قضيه نفقه، وبعد كده لما رفعت قضيه نفقه يعني كنت انا وهي والبنت ثلاثه، وانا جيت بعد كده اتجوزت. ممكن دلوقتي ارفع تخفيض نفقه بالنسبه لمراتي اللي معايا؟ تخليص تخفيض. تخفيض نفقه، يعني احط مراتي اللي انا اتجوزتها دي يعني وكده. تمام. والحاجه والسؤال الثاني، ازاي اعرف ان المحامي بيحضر الجلسه وما بيحضرش؟ ان هو بيقول لي انا بحضر، بعد كده يعني يقول لي طب انا هروح ثاني يوم اجيب الرقم، القضيه اتاجلت امتى؟ تمام، مش المفروض اللي بيكون في القضيه نعرف ان اتاجلت امتى؟ تمام يا استاذ احمد. لو عايز اعرف كده ان هو مثلا حضر او ما حضرش اعرف ازاي؟ تمام، احنا هنجاوبك على سؤالنا، على السؤال اللي حضرتك طالبه ده استاذ مايا، رغم ان هو بعيد عن موضوع الحلقه، مش من موضوع حلقتنا، بس احنا هنجاوب لحضرتك برضه. هو بالنسبه لموضوع تخفيض النفقه يجوز انك اسمعنا بقى، اسمعنا يا استاذ احمد. يا استاذ احمد، المفترض تخفيض النفقه الظروف بتتغير كل يوم هو في شأن. انا كقاضي اصدرت حكم نفقه بمبلغ كذا، تمام، حصل ظروف، استجدت ظروف ان هو اتجوز تاني، اتجوز تاني، وبالتالي في عبء زاد عليه. يجوز يقدم، يعمل قضيه، الخطوات يعمل ايه بقى؟ يرفع قضيه عاديه بتخفيض النفقه، وهيقدم وثيقه الجواز من الزوجه الثانيه، او ان هو عنده اعباء ماليه زادت عليه، وبالتالي هيطالب بتخفيض النفقه والمحكمه هتستجيب. يعني بيقدم مستندات بتثبت صحه مستندات كلامه. طبعا ده اول حاجه. اذا كان في زوجه ثانيه، اذا كان بيعول والده او والدته، اذا كان في مصاريف استجدت، كل الامور دي
بتتحط في الحسبان مش شغال او عندي نعم أو, او 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 ترك الشغل أو ترك انا بقول لحضرتك الظروف بتتغير سواء بال يعني احيانا ممكن تتحكم بنفقه امورك الماديه الحمد لله بقت كويسه الزوجه ممكن تطالب برفع طبعا لحاله تحسن الحاله او العكس ان الزوج اتحكم عليه بنفقه وظروف يعني اتدهورت لظروف ما لزواجه من واحده تانية او حصل ضرب في الشغل وساب الشغل وبالتالي الامور يرفع قضيه وبامر الله تتخفض النفقه هو سال سؤال تاني السؤال الثاني بيقول هو عايز يعرف ازاي اول المفترض انت بتقوم زميل استاذ محامي يكون في نوع من الثقه انت مش واثق فيه ما تقوموش هو انا المفترض عايز تعرف القرار اتاجلته ولا لا انت كل شويه تروح المحكمه مش مهمتك انت بتقوم المحامي عشان هو بياخد على كده كل الامور والمفترض انه يكون في امانه وصدق في التعامل وبالتالي المفترض هو ما يسالش السؤال ده انت اخترت محامي خلاص انت وثقت فيه مش استنى مش للاخر مش كل تاجيله هتروح المحكمه انت هتراقبه يعني بس تمام احنا نرجع لسؤالنا بقى موضوع حلقتنا تاني الضوابط الخاصه بالمنع من السفر تمام المنع من السفر ده بيصدر من جهتين جهتي بقى جهه قضائيه وجهه تنفيذيه تمام الجهات القضائيه قرار منع من السفر صدر من جهه القضائيه بيكون من السيد المستشار النائب العام تمام نمره 2 المدعي العام الاشتراكي طبعا المدعي العام الاشتراكي اتلغى في 2004 ماشي وجميع القضايا بتاعت المدعي العام الاشتراكي تحولت لاداره الكسب الغير مشروع تمام يبقى النائب العام المدعي العام النائب العام اداره الكسب غير المشروع المدعي العام العسكري دي الجهات اللي بتصدر منها قرار منع من السفر دي جهات قضائيه قاضي الامور الوقتيه قاضي الامور الوقتيه دي الجهات القضائيه اللي بتصدر فيها قرار منع من السفر الضوابط بقى تمام الضوابط ازاي يعني ايه الاحكام اللي بتصدر منع من السفر بتكون متعلقه بايه يعني طبعا السيد المستشار النائب العام عشان يصدر قرار منع من السفر لازم يكون في شرطين الشرط الاول ان يكون في تحقيق تحقيق طبعا في جريمه والشرط الثاني ان يكون في جرائم معينه جرائم معينه منصوص عليها في القانون عشان يصدر السيد المستشار النائب العام قرار بمنع من السفر لازم يتحقق الشرطين دولت في تحقيق بمناسبه وقوع جريمه والجرائم معينه الجرائم دي خاصه بالاحتداء على المال العام والعدوان عليه والغدر خدت البلمة عليك الامر الثاني الجرائم المتعلقه برضه بالاحتداء على الممتلكات العامه والمؤسسات العامه مثلا كجريمه التهرب الضريبي او التهرب الجمركي في الحاله دي يجوز للسيد المستشار النائب العام ان يصدر قرار بالمنع من السفر طبعا القرار ده ليه انك تتظلم منه تتظلم منه قدام لا اما السيد المستشار النائب العام بنفسه لا اما القضيه لو خرجت من النيابه ودخلت حوزه المحكمه تتظلم قدام المحكمه اللي بتنظر الدعوه او اذا كان القضيه لسه في طور التحقيق بتتظلم قدام محكمه الجنح المستأنفه منعقده في غرفه المشوره خدت بال حضرتك تمام يبقى السيد المستشار النائب العام المدعي العام العسكري اداره الكسب الغير المشروع قاضي الامور الوقتيه دي الجهات القضائيه طبعا في الجهات التنفيذيه اللي بتصدر قرار المنع من السفر الجهات التنفيذيه السيد وزير الداخليه تمام السيد وزير الداخليه نمره 2 مدير المخابرات العامه تمام ماشي نمره 3 مدير المخابرات الحربيه نمره 4 رئيس هيئه الرقابه الاداريه 5 السيد مساعد وزير الداخليه لمباحث امن الدوله او الامن الوطني 6 مدير مصلحه الامن العام بموافقه السيد وزير الداخليه دي الجهات التنفيذيه اللي بتصدر قرار منع من السفر قرار المنع من السفر اللي بيصدر من الجهات التنفيذية مرتبط بالتدابير المنصوص عليها في قانون الطوارئ قانون الطوارئ بيجيز للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك إن هو بيضع قيود على تحركات المواطنين أو محل إقامتهم أو اجتماعاتهم أو منع من السفر أو ترقب الوصول
وفقا لحالة الطوارئ الموجودة في البلاد حماية لأمن البلد. تمام. ولكن هذه القرارات برضو يجوز الطعن فيها قدام مجلس الدولة عشان قدام محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد على أساس أن يراقب مشروعية أو ملائمة هذه القرارات بتطابق صحيح القانون أم لا. طبعا طبعا القرارات منع السفر دي أو إعلان حالة الطوارئ طبعا بيجيز أنك تعمل تحد من تحركات المواطنين أو من سفرهم دون التقيد بأحكام قانون إجراءات الجنائية. تمام تمام. احنا بس عشان وقتنا يعني قرب على الانتهاء فاضل معانا دقيقتين بالظبط. احنا عايزين ناخد في الدقيقتين دول سؤالين. السؤال الاول متعلق بإيصالات الأمانة. في ناس احيانا ده انا يعني ده جاي في ذهني حالا. احيانا بشخص بيتعرض الى ان في شخص بينتحل صفة اخرى بيزور إيصالات أمانة. الحل ايه؟ الشخص انا شخص زور على يدي ان انا انت اللي زورت؟ شخص زور إيصالات أمانة. تمام. ان انت حضرتك ليك فلوس عند الشخص الفلاني. الحل ايه للطعن على هذا الموضوع؟ تطعن بالتزوير وهيجي ان التوقيع مش توقيعه بعد بمجرد ما يجي التوقيع مش توقيعه النيابه دايركت بتحرك جنح التزوير ضد الشخص اللي رافع القضيه. يبقى بتنعكس الامور بعد لما كنت متهم. انا طعنت بالتزوير واحد زور علي طعنت بالتزوير وجيت جت توقيع مش مطابق مش بتاعي. تمام. ان النيابه بتحرك جنح التزوير ضد طب هناخد الشاكي اخيرا في نص دقيقه ضد ضد المجني عليه اللي هو زور ايصال امانه. الحلول المقترحه لتنفيذ الاحكام الجنائيه بسرعه في نص دقيقه عشان وقتنا خلص. اولا زياده عدد الاكمنه في جميع مستوى في جميع انحاء الجمهوريه عشان ضبط الهاربين من تنفيذ الاحكام الجنائيه. الاماكن اللي فيها زياده سكانيه او احكام او في احكام كتيره في دائره الاسم المفترض لازم يتم انشاء اسم او مركز تالت شرطه تالت. الامر الثالث طبعا يكون في مأموريات من اداره تنفيذ الاحكام اللي في مصلحه الامن العام او مديريات الامن بتراقب اسامي الشرطه في عدم تنفيذ الاحكام من عدمه لقيت فيه تقاعس المفروض هي بناء على الشكاوى اللي بتقدم من المواطنين ان هي بتروح تنفذ الاحكام. تمام. في حال تقاعس اسم الشرطه. انا بشكر حضرتك سياده المستشار بدر عبد المحسن المحامي من السنه في العلا تشوف الحلقه دي. والحقيقه انا بس عايز اكد في اخر الحلقه ان وزاره الداخليه بتقوم بدور كبير جدا يعني سواء في جهد مبذول في تنفيذ الاحكام. احنا زياده عدد السكانيه صحيح بتعيق البعض في هذا الامر الى جانب ان وزاره الداخليه بتحمي امن مصر عن طريق محاربتها للارهاب عن طريق تصدي الجريمه. أتمنى أن تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم وشكرا لحضراتكم على حسن المتابعة وانتظرونا الأربعاء القادم في نفس التوقيت. ولو حد عنده أي مشكلة يتابعنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك ميديا لايف. شكرا لحضراتكم.